أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو الرحمة سبولا
تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لفتاه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا
الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. صدق الله العظيم. واتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة الله العظيم. وعلمناه من لدنا علما. فوجد عبدا من عبادنا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلم
قال له موسى بل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا صدق الله العظيم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر وكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر وكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله العظيم صدق الله العظيم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال
فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. سفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فانطلقا فانطلقا
صدق الله العظيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية
أطعم أهلها سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. Oh, my God.
عليك أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، قال هذا فراق بيني وبينك، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليك صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليك صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. صدق الله العظيم. أما السفينة فكانت لمساكين فكانت لمساكين يعملون في البحر. أما السفينة فكانت لمساكين السفينة فكانت لمساكين Hmm.
وكان وراء يأخذ كل سفينة غصبا خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا سببا فأتبع سببا ويسألونك سأتلو عليكم منه ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا ذكرا
ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو فأتبع سببا فأتبع سببا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة تقيل غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بسلام صدق الله العظيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فلو قبوا في البلاد أهل من محيش إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر
الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار وما أنت عليه بجبار فذكر بالقرآن من يخاف
أخاف فذكر 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 بالقرآن فذكر بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي
خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء صدق الله العظيم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات
ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطوف فارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوب لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 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 وإلى السماء كيف رفعت وإلى وإلى الأرض كيف سقطت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا أن تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لفقيدنا اللهم اغفر لفقيدنا اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه يا ربنا واعف عنه اللهم
أكرم يا ربنا نزله ووسع يا كريم مدخله واغسله من ذنوبك بالماء والثلج والبرد اللهم نقه يا ربنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله يا ربنا دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه اللهم إنه نزل بك ضيفا فلا تعذبه وأنت غني عن ذنوبك يا حنان اللهم لا تعذبه وأنت غني عن ذنوبك يا منان اللهم جاف القبر عن جنبيك يا كريم اللهم جاف القبر عن جنبيك يا كريم اللهم انقله يا ربنا برحمتك وعظمتك من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اللهم ارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت التراب وتقطعت بنا الأسباب ارحمنا يا ربنا إذا أتت السكرات ارحمنا يا ربنا إذا أتت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعة الممات اللهم ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت اللهم ارحمنا يا ربنا دخل علينا ملك الموت اللهم ارحمنا يا ربنا إذا انقطع منا الصوت اللهم ارحمنا يا ربنا إذا تقلصت الشفتان اللهم ارحمنا يا ربنا إذا شخصت العينان إلى الواحد الديان اللهم ارحمنا يا ربنا إذا شخصت العينان إلى الواحد الديان اللهم ارحمنا يا ربنا إذا تجمدت اليدان والساقان اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربة والقبر وغمة والصراط وذلة والصراط وذلة ويوم القيامة وروعته اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك وجمعنا بنبيك ومصطفاك بسر ثواب الفاك
الحق أنزلناه أو بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا نستمع القرآن الكريم وخليفة الأستاذ القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور على ما قدر في الصوت وفرش الحديث الكبرى والمعرض الفني قد تركبت من تحت درج المتوكل على الله الحج حمود ومندي المقيم بجوار بوابة المساحة. حضرة السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.